انخرط المغرب في عالم المعرفة الرقمية من خلال مخطط المغرب الرقمي 2013 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى الرقي بالمغرب إلى مصاف الدول المواكبة للتطور السريع الحاصل في مجال إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجعلها محركا للتنمية البشرية وقيمة مضافة للقطاعات الاقتصادية وللإدارة العمومية. ومن أجل خراط المدرسة المغربية في العالم الرقمي أعطى جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره في شتنبر 2005 الانطلاقة الرسمية لبرنامج جيني الذي يهدف إلى تحديث الممارسات التربوية داخل المؤسسات التعليمية وتجديد العملية التعليمية التعلمية من خلال ترسيخ دمقرطة وتعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجال التربوي. وفق هذا التوجه وتنفيذا للتوجيهات السامية خصص البرنامج الاستعجالي عبر المشروع O1B10 مكانة متميزة لمسألة إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنظومة التربوية. وقد تم تحييد استراتيجية برنامج جيني مع نهاية سنة 2008 للتركيز أكثر على تطوير استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التدريس وتعزيز قيادة البرنامج مع إعادة جدولته على فترة 5 سنوات تمتد من 2009 إلى غاية 2013. تم خلال المرحلة الأولى لبرنامج جيني تجهيز ما مجموعه 2068 مؤسسة بالقاعات المتعددة الوسائط الثابتة تحتوي كل منها على 15 إلى 20 حاسوبا متصلة بشبكة الأنترنت كما تتوفر كل قاعة على مصلات فيديو وشاشة للعرض. وفي مرحلته الثانية تم تجهيز 939 مؤسسة تعليمية و49 مركز للتكوين بقاعات وحقائب متعددة الوسائط. قامت الجمعية المغربية لدعم التمدرس بتجهيز 6500 مؤسسة ابتدائية منها 6400 مدرسة بحقائب متعددة الوسائط تتضمن الموارد الرقمية المقتناة و100 مدرسة بسبورات تفاعلية وبحقائب متعددة الوسائط تتضمن. وقد تم تجهيز جميع الثانويات التأهيلية بقاعات وحقائب متعددة الوسائط والمدارس الابتدائية بالأجهزة المعلوماتية مع نهاية دجنبر 2010. وخلال سنة 2011 سيستفيد ما تبقى من الثانويات الإعدادية بقاعات وحقائب متعددة الوسائط. أما أقسام المدارس الابتدائية فسوف تجهز جميعها بحواسب خلال 2011 و2013. وحرصا على ضمان التمكن الجيد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تم اعتماد خطة للإنماء المهني كاستراتيجية للتكوين في ميدان استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ترتكز على معايير دولية معتمدة من طرف اليونسكو. وترمي هذه الخطة إلى تأهيل هيئة التدريس وهيئة التأطير التربوي وهيئة الإدارة التربوية من أجل استخلاص القيمة المضافة لهذه التكنولوجيات في مجالات التدريس والتأطير التربوي والإدارة التربوية. تم إحداث المركز المغربي الكوري للتكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في المجال التربوي والذي من المنتظر أن يستقبل دفعات من المدرسات والمدرسين بهدف تكوينهم في مجال الإدماج البيداغوجي لهذه التكنولوجيات. يشكل إنجاز ونشر مضامين رقمية موافقة للمناهج والمقررات الدراسية المعمول بها في المؤسسات التعليمية المغربية إحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية جيني الهادفة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم وإرساء الثقافة الرقمية عند المتعلم والمتعلمة. تم اقتناء موارد بيداغوجية رقمية من طرف مديرية برنامج جيني. وتمثل هذه المضامين الرقمية معينات ديداكتيكية تساهم في إرساء الموارد وتعزيز إنماء الكفاية المستهدفة. فقد تم خلال سنة 2009-2010 اقتناء موارد رقمية تهم الرياضيات والنشاط العلمي واللغة الأمازيغية والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض والتي تم توزيعها على جميع المؤسسات التعليمية.
كما يمكن الاطلاع على هذه الموارد الرقمية في مواقع مخصصة لذلك على شبكة الانترنت. ومن أجل إثراء المكتبة الرقمية الوطنية وتفعيلا لمبدأ التكامل، يتم تشجيع مشاريع الشراكة التي تعمل على تطوير هذه المضامين. وهكذا يمكن استعمال موارد رقمية تم إنتاجها بشراكة مع الوكالة الكورية للتنمية الدولية كويكا تحت إشراف جامعة الأخوين بإفران، تهم محتويات تربوية متنوعة ومفيدة تتلائم والمقررات المدرسية الخاصة بالمستوى الإعدادي، وذلك عبر موقع سيتي. ويندرج إحداث المختبر الوطني للموارد الرقمية ضمن الإجراءات المتخذة قصد إرساء الآليات التربوية الكفيلة بتحسين التعلمات. وتتمحور المهام الرئيسية لهذا المختبر حول اقتناء وإنتاج المضامين الرقمية وتوصيفها، كما عهدت إليه بعض الأنشطة التكميلية مثل اليقظة الرقمية والعمل على نشر الموارد الرقمية، سواء تلك التي تم اقتناؤها أو توطينها أو إنتاجها. كما تهدف البوابة الرقمية الوطنية الخاصة بالمضامين الرقمية إلى إخبار جميع الفعاليات التربوية بالمستجدات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الموارد الرقمية رهن إشارة الأساتذة والتلاميذ، وخلق فضاءات افتراضية تمكن من التشبيك بين مستعملي هذه التكنولوجيات قصد تبادل الخبرات والتجارب. وسعياً وراء تمكين المتعلمين من الاستعمالات التربوية المتعددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تم إقرار تكوين للمفتشين على المستوى المركزي يستهدف بالأساس تمكينهم من تأطير الأساتذة في مجال الاستعمال البيداغوجي للموارد الرقمية. بالإضافة لذلك تتم عمليات تحسيس مجموع الهيئة التربوية بالقيمة المضافة لهذه التكنولوجيا وتتبع وتقييم استعمالاتها التربوية بتنظيم زيارات ميدانية ومنتديات جهوية لورشات التقاسم والتعميق والتصويب وتظاهرات محلية من شأنها التعريف بالممارسات التربوية الجيدة.